تقريبا دابا نتوما كتعرفوا شحال هادي تقريبا شحال يكون في عمره هو؟ واحد شكون 60 اكبر منك؟ اكبر مني يا صاحبي الله يرحمه. شكون يعني انت عاقل عليه؟ واحد 62. شكون عنده 62؟ سكين سالا 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 الفوسفات. جينا خوتي باش نوصلوا المعاناة ديال هاد السيد هذا للمسؤولين، فهذا مباشر هام للمسؤولين، لأن دائما خوتي كاين المباشر اللي كنقول بغيت فيه يعني التدخل ديال القلوب الرحيمة والمحسنين، وكاين المباشر اللي كنوجهوه للمسؤولين باش يوصل لهم هاد المباشر. إذا هنا خوتي اختكم نادي كتقول لكم هاد مباشر هام للمسؤولين، بارطاجيوه باش يوصل، لأن هاد السيد هذا ما نقدرش نوري لكم رجليه كيفاش دايرين، رجليه مضروبين يعني واحد الضربات اللي هما خايبين خايبين بزاف، يعني تقدر الرجل تخماج ليه، شكون يديها فيه؟ إلا ما كناش حنايا نسلطوا الضوء عليه والناس اللي عيطوا لنا الله يجازيهم بخير، لأن كيشوفوه وقلبهم كيتقطع من جهته، وكلوه وشربوه ولبسوه، ولكن العلاج، العلاج كي غيديروا ليه؟ العلاج عنده حقه في العلاج. مادام هو مريض وما كاينش اللي يدوي عليه وما كاينش اللي يهضر عليه، فها نحن اليوم مشاهدي قناة شوف تيفي جينا حنا نبينوه ونوريوه للمسؤولين باش يقوموا بالواجب ديالهم تجاه هذا المواطن. غير للإشارة مشاهدينا، فمشكوك في أمره، ربما تقدر تكون حتى كورونا لأن صدره مريض، وكشتو كيفاش كان كيدير في صدره، الريوق مسكين غير تيخرجوا صدره غير كيتنهج بالصدر ديالو، ضارو رجليه غادي يخمجوا خوتي إلا ما تعالجوش، يقدروا هاد الرجل مسكين يتقطعوا ليه، ما حس به إلا الله، وربما الله هو اللي ماشي ربما أكيد عفوا اكيد اكيد ربي سخرنا ليه جميع حنا كلنا خوتي نبارطاجيو هذا المباشر. اذا خوتي باش نزيدو نتعرفوا على الحاله ديالو اكثر، معنا الناس اللي كيشوفوه من زمان كيديروا اللي قدوا عليه كيديروا تجاهه، وغادي يقولوا لنا كيفاش الحاله ديالو. السلام عليكم الاخوه المشاهدين، كما تعرفوا بان هذا السيد هو سراج مصطفى من دوار بن جلول، صديق ديالنا، وهذه وراه رايم علينا هنا في المحطه، وراه ما تلاش مسكين قد يزيد، راه شي رجلين عنده وراه مخماجو بالجرح وضاربو الجاج وهذاك الشيء رجلو، حيت هو مريض عقليا، وكنطلب من الناس باش والسلطات باش يشوفوا من حالة السيد هذا، من ناحية الحوايج واللبس راه كيجيبوا ليه الناس كيلبسوه وكيديروا ليه كل شيء، الماكلة كياكل هنايا عند مواطن الطاكسيات، الناس كاملين كيحنوا عليه، كاملة المحطة كيعرفوا، السلطات كتعرفوا، البوليس وهذه دايما كيشوفوه هنايا، ولكن هذا السيد دابا هو مسكين ما تلاش قد يزيد. لان رجليه مسكين مجروحين وعندو تشققات في القدام ديالو، وهذه الله يجازيكم بخير الاخوان، حنا راه خوت هاد السيد، راه شوف مسكين الحاله ديالو كي دايره، راه عنده واحد الحاله لا يرثى لها احد، ولا عنده التنفس قليل، وشوف رجليه كي دايرين، شوف رجليه مسكين كي دايرين، شوف شوف نعم بلا ما نبينوهم، لان شوف مسكين رجليه كي دايرين، شوف واحد الحاله صعبه ما لا يرثى لها احد، رجيلات مسكين اللي عندهم محنين وادي. لا ما يمكنش المباشر. انتما اولى بها، انتما اولى بها، ما درتوهاش، اذا خليوني نوريها، لا ماشي انا اللي اولى بها، انا صحفيه، انا كنقل المعاناه ديالو، انت ملي شفتيه على الاقل غتبلغ تعيطو وغادي اذا فخليني ندير الدور ديالي ونقوم بالواجب ديالي. حاول تواصل مع المسؤولين قول لهم واش ناديه نحبسها على التصوير، الا قالوك حبسني حبسني، لا ما نحبسش دابا، لا ما نحبسش، لا قولها لهم، الا قالوك حبسني حبسني، علم المسؤولين، لان هذا الدور ديالي
باش غادي نوصل الصوت ديالو ونوصل المعاناه ديالو. ما تخدموا ما تخليو لي يخدم، خليونا نخدموا مع واحد المواطن مريض، واحد المواطن محتاج العلاج. هذا المباشر كنقول له هامل للمسؤولين، فالله يجازيك بخير ما غاديش تمنعيني على انني غادي نصور هذا المباشر وغادي نوصلوا للمسؤولين. هذا راه قدامكم ديما، نتوما ما درتوش الخدمه اللي خصكم ديروها معاه، انا خليوني ندير خدمتي معاه. بلغ بيا قول لهم راه كدير واحد المباشر، واش نحبسها ولا ما نحبسهاش. اذا هنا مشاهدي قناه شوف تيفي، فاحنا كنتواجدوا امام المحطه الطرقيه باش غادي نوصلوا المعاناه ديال هذا المريض للمسؤولين، لان محتاج حقه في العلاج. ما كنطلبوش حنا شي حاجه مستحيله، كنطلبوا حقه في العلاج. ما عنده والدين، ما عنده حباب اللي يهضروا عليه، هذا هو الدور ديالنا، هذا هو الدور ديالنا حنايا باش غادي نبلغوا المسؤولين. هذا هو الدور ديالنا سيدي، مادام انت شفتيه وما درتيش الواجب ديالك خليني انا ندير الواجب ديالي، ما غاديش تمنعني عن التصوير. اذا هنا مشاهدي قناه شوف تيفي، فبارطاجيو هذا المباشر الله يجازيكم بخير، فهذا مباشر هام للمسؤولين. كاين المسؤولين اللي كيقوموا بالواجب ديالهم، خصنا غير نوريوهم الصوت ديالو، خصنا نوريو المعاناه ديال هذا الشخص، فما يمكنش نجيو حنا نقلوا المعاناه ديالو ونتمنعوا من التصوير. اذا هنا مشاهدي قناه شوف تيفي، ف شكون اللي كيشوف هذا السيد؟ يعني منعتي كمل لي سيدي عافاك التصريحه ديالي. للاسف الشديد يعني حتى التصريحات ديال الناس اللي يشوفوكم كتمنعوهم من التصريح. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي، فانا راه كندير الخدمه ديالي، راه ما كنديرش حاجه ماشي خدمتي. هذه راه الخدمه ديالي، راه كنقل المعاناه ديال واحد المواطن. هذا الا شفتو مشيت انا نعست امام الله غادي نتحاسب عليها، غنتحاسب عليها. لا حبستيني يا سيدي، اسمح حبستيني، كتقول لي حبسي اللايف، طلب مني باش نحبس اللايف، انا كان مصره باش ما نحبسوش، انا مصره باش ما نحبسوش. انت كملت اتصلت معنا؟ نعم اتصلت لنا حتى حنا. نعم سيدي. باش باش نقول لا، انت راه جيتي قلتي لي حبسي اللايف، قلتي لي قلت لك على الاقل جهاد تقول لي وديها لبنان. شوف سيدي الله يجازيك بخير، ما نغطيوش الشمس بالغربه، الله يرحم لك الوالدين، مع احتراماتي ليك كنحترمك تنقدرك، ما نغطيوش الشمس بالغربال. شتي هذا السيد هذا نورمالمون انتم تهزوا التليفون وتعيطوا لومبيلونس سديه الداويه، شوفوا رجليه كيفاش دايرين. شكون اللي ما بغاتش لومبيلونس؟ شرطي انا كنقول فيها. انت رجل انت تقول لنا اسعاف ما قادش. السيد هذا ما بغاش يديو هذا السيد. اذا حنا غادي نتبعوا هذا الاسعاف حتى ونشوفوا علاش ما ديرش خدمتها. الله يجازيك بخير. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي، عاونونا نتوما بالبارطاج، عاونونا الله يجازيكم بالبارطاج باش نوصلوا المعاناه ديال هذا المريض. شوفوا كي كيشد صدره، ما عرفناش شنو بيه، شكون غيهضر عليه الا ما هضرتش عليه انا وانت وهو. حتى الناس اللي وقفوا عطوا الكلمه شافوا رجل الامن مشاو فحالهم كانهم مخالفين، باغيين يقولوا شهاده حق في السيد. خوتي حنا هو صوت المظلوم، حنا خصنا نوصلوا صوت المظلوم وصوت المقهور لاصحاب القرار. الله يجازيكم بخير، بارطاجيو معنا، فسمعتوا معنا رجل الامن قال لك الاسعاف ما بغاش يجي، علاش ما تجيش؟ علاش وغادي نتبعوا هذا السيد؟ انا غادي نتبعوا حتى للسبيطار ونشوف واش غادي ياخذ حتى حقه في العلاج. اقسم لكم يمينا لو انه ما عطاوش حقه في العلاج تندير لكم مباشر امام المستشفى. وحتى الاسعاف الا ما جاتش غندير لكم مباشر ونقول لكم ما جاتش. ونقول جلالة الملك يا سيدنا راه ما كيتعاونوش معاك، يا سيدنا راه ما كيعطيوش المواطن حقه. لأن هنايا كل واحد مسؤول على هذا السيد هذا. أنا مسؤولة عليه. أنا مسؤولة على هذا السيد، عرفتي علاش؟ حيت شفتو، حيت عيطوا لي الناس، حيت قالوا لي أجي تشوفي رجليه. فكيف يعقل أنا نشوف رجليه في هذيك الحالة ونشوفه مسكين كيشد صدره ونمشي أنا؟ ملي أنا ماشي إنسانة؟ قبل ما نكون صحفية فأنا إنسانة. والصحفي كيوصل المعاناة والصوت. ومديرنا كدائما كيقول لنا هذا الميكرو ديال شوف تيفي هذا ديال ولاد الشعب باش يوصلوا الصوت ديالهم. خونا ما عندوش كيدير يوصل الصوت ديالو. أنا كنوصل الصوت ديالو عبر قناة شوف تيفي. حتى يعني واحد السيد انتوما كتشوفوا هذا السيد كتشوفوه انتوما ديما كتشوفوه في هذه الحاله، قول لي واخا ما تبانش، لان شفنا رجل امن كان يعني الواحد خاف انه يعطي حتى تصريحه. شنو كتشوفوا على هذا السيد؟ كنشوفوه ديما هنايا، ولكن من الاحسن ما كيقدوش يعيطوا لي على البوليس صراحه. سينادي الله يعاونك. الله يحفظك اخويا، الله يسر لك، الله يسر لك. ما تيبغوش يعيطوا لي، حقاش واحد النهار داو للسبيطار عاوتاني وهرب ليهم. هرب ليهم راه خص يديروا له سيكيريتي، خصهم يعالجوه، راه مرفوع عليه القلم، هذا السيد مرفوع عليه القلم، ولكن ملكنا عطاه الحق ديالو، الملك ديالنا الله ينصرو عطيه حقه في العلاج. إذا هنا المسؤولين ديال مدينة خريبكة خصهم يعطيوه ذاك الحق اللي عطاه الملك.
خصو يعطيه الحق ديالو، لانه هو ما قدرش يهضر، هو ما قدرش يقول اح مسكين ملي وقفته هو ما تيهضرش، تيوري لي غير رجليه وتيقيس لي صدره، وصدره كيدير واحد الصوت عجيب، واحد الصوت عجيب، يعني ربما يكون مريض، ربما يكون سل، ربما تكون كورونا، ربما خاصو الرعاية، خاصو الطبيب يشوفه، خاصو المستشفى، خاصو المسؤولين يقوموا بالواجب ديالهم. ومنين نجيو حنا نوريو الواقع نتعرضوا للمنع؟ لا يا أخي، راه ما غنقطعش المباشر، هذا هو الدور ديالي كصحفية باش نوصل المعاناة ديالو. ورجل الامن قال لك الاسعاف ما كتبغيش تجي، حنا غادي نتسناو هذا الاسعاف الا جات، ما جاتش غنبقاو حدا هذا السيد حتى نشوفوا الحل اللي غادي يتدار معاه. علاش؟ راه كاين هنايا السيد العامل هو ممثل جلاله الملك، الله اكبر، كاين رجال الامن اللي كيشوفوا بحال هذه الحالات كيتصرفوا. رجال الوقايه المدنيه فيها مسؤولين، الا ما بغاش يجي هذاك اللي جاوبك في ستوندر غادي كاين واحد اخر اللي غادي يلومه علاش ما مشيتيش لهذه الحاله. كاين مستشفى اللي خصو يعطي حقه في العلاج، راه كاين بزاف ديال المسؤولين اللي خصهم يتدخلوا بدايه برجال الامن، الوقايه المدنيه، المستشفى، كل واحد خصو يقوم بالواجب ديالو. رجال الامن يعيطوا لسيارات الاسعاف، سيارات الاسعاف تجي تديه المستشفى، نتبعوه مره اخرى للمستشفى باش حنا نسجلوا على كل واحد اللي ما قامش بالعمل ديالو نسجلوها عليه. شو مسكين كيوري للناس رجليه يا خوتو، كان شفتو رجليه كي دايرين، شفتو 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 يا اخي شفتو. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. شفتو خويا، غير ما بغيتش نبين الصوره، يعني بشاعة نظرا لبشاعه الصوره. خلي خويا ينزل رجليه، نظرا نظرا خوتي لبشاعة الصورة، ما بغيتش نقرب الصورة، تشوفوا رجليه كيفاش دايرين، مطرطقين بالدم، مشققين القدام ديالو، صدرو كينهج به، ما عرفناش شنو به. نخليوه نتفرجوا فيه، نشوفوه بحال هكا ونتفرجوا فيه. إذا نتوما خوتي حتى نتوما ما غاديش تفرجوا وتجلسوا مربعين يديكم، حتى نتوما خوتي غادي تبارطاجيو وتقولوا هذا المباشر هام للمسؤولين. بغينا كل مسؤول يتحمل مسؤوليته تجاه هذا المواطن المريض اللي ما عندوش لسان باش يهضر على راسو، ما عندوش باش يهضر على راسو. ونحن نتواجد بعاصمة الفوسفات، عاصمة الفوسفات فيها واحد المتشرد، فيها مريض خاصو العلاج، بغى حقه، بغى حقه، عطاه ليه الملك ديالنا الله ينصره. إذا فكل مسؤول يتحمل مسؤوليته، الله يجازيكم بخير. اللي شاف مسؤوليته تجاه سميتو، سميتو خويا سراج مصطفى، دابا ما عنده لا ام لا اب لا، وما عندوش لا الوالدين، والديه ميتين. يعني معنا واحد السيد هو راه تيعرف عليه معلومات، ولكن بما انه وقف رجل امن الكل، ما حتى واحد ما بغى يعطي التصريح ديالو، لان في الاول كان باغي يعطيو تصريحات. لا حول ولا قوه الا بالله. اذا فاحنا على المباشر، وهذا مباشر قلنا ما خصصتوش للمحسنين، وما قلتش كنناشد القلوب الرحيمه والمحسنين، نناشد المسؤولين، وبغينا هذا المباشر يوصل للمسؤولين، وكل مسؤول شاف بان عنده مسؤوليه تجاه هذا المواطن المريض المليوح في الزنقه كما كتشوفوا معنا، يدير الواجب ديالو. جزاكم الله بالف خير. اما بالنسبه للمنع من التصوير وايصال هذه المعاناه هذه، فنحن ما غاديش نوقفوا التصوير، وما غاديش نوقفوا العمل ديالنا في هذا الخير اللي كنديروا، وفي هذا العمل يعني اللي كنقوموا به على احسن وجه. الحمد لله ربي كيشهد به، ربي كيشهد به. ما يمكنش الناس تعيط لي وتقول لي اجي تشوفي واحد السيد وغادي نخليه ونمشي، حتى انا غنحيد شي حاجه على رقبتي. اذا انتم اخوتي بارطاجيو، الله يجازيكم بالف خير. وحنا كنتواجدوا امام المحطه، يعني باش نعطيو للمسؤولين فين كنتواجدوا حنايا، كنتواجدوا امام المحطه الطرقيه هنا بعاصمه الفوسفات. مواطن مريض في حاله يرتلها، مريض عقليا ونفسيا وكذلك صحيا، ما عرفناش حتى شنو به صدرو اشنو، وتقدر تكون كورونا، يقدر يكون عنده السل، يعني كيدير واحد الكحه اللي هي غريبه، كيشد في صدره، نتفرجوا فيه، وهو عنده حقه، خصنا غير نجيبوه ليه. تيكمي بزاف، تيكمي بزاف، هو اللي داز دابا كيعطيه كارو. في راسك دابا اش كيدير؟ ما كياكلش وكيكمي بزاف. عطيها دابا غير الكارو، الماكله ما ياكلش. الماكله ما تياكلش وتيكمي بزاف. والمشيه هو واش كان كيتمشى عادي حتى تجرح في رجليه؟ لا كيتمشى هو ديما تمشى عادي.
ولكن ملي كيولا كيتقلق ما كيبقاش كاع يشعر مسكين. هو عزيز عليكم، هو عزيز عليكم. نعم كيرد كيرد. اذا هنا مشاهدي قناه شوف تي في، فالشهود هنايا انت شفتيه تيرد. انا شفته في البيوت. نعم وفي الوصفه والمعاناه انتم داك الشيء اللي كيشوفوا. سي هذا السيد هذا كان ما كانش بحالكم مسكين، ما كانش بحالكم. ولكن من المعاناه ديال هنايا كيجيك ما كيعطيو ما كياكل ما والو كيكمي بزاف، راه خاصو يداو اختي. دابا بحال هذا راه خاصو يداو للسبيطار ماشي يبقاو اختي. هادشي راه خاص المسؤولين يتحملوا المسؤوليه ديال هذا السيد. هذا راه ولد البلاد وولد الدوار بن جلو، ما عنده حد مسكين، وخاص هذا يمشي بعدا يعتنيو به، يمشي بعدا للسبيطار هي الاولي باش يداو. وهذه هي الانسانيه وهذه هي المصداقيه. ويقول لك فين هاد المسؤولين؟ فينهم المسؤولين؟ فينا هما الناس ديال المسؤولين؟ فينا هذه راه مدينه اخرى بقات ديال الفوسفات؟ فينا هي الثروه ديال هذا الفوسفات وهذا الثروه ديال هذا الشيء؟ راه حشومه هذا الانسان المسكين كيضيع بكاك، ما كياكلش كي خاصو يمشي يداوى. وكنتمناو من الناس المسؤولين يشوفوا هذا السيد مسكين، راه ولد البلاد وكابر، راه ولد خريبقة. شو هاد الصوره ديال رجليه مسكين؟ شوف. وكنشكرك الاخت، وكنشكرك اختي الاخت ناديه، الله يجازيك بخير. انت ديما زعما واقفه معنا والله يجازيك بخير، وكنشكروك بزاف وشكرا. انت سيدي شفتيه انه كيرد كيتقيا؟ نعم اجي كيتقيا، هادي تقريبا ست ايام كيرد لهيه، كيطيح لهيه، كيرد لهيه، كيتقيا بزاف. كاينو عال كشكوشه وكيكمي والستر ديالو كيبقى يشخصر وتيكحب بزاف. ما حنا هاد السيد عاد رجليه شو مسكين كيفاش دايرين قدام كاملين؟ كاع رجليه راه مفروقين مجروح مكرفس بزاف. هادي مكرفس خاصو شويه ديال العنايه. قبيله تلاقيت معاه في البيوت والله ساكن تقيا. نعم ها شهاده اخرى ديال انه كيتقيا. شفتيه انت شفتيه في البيوت؟ اختي ناديه بحكم اني سائق سياره الاجره غادي بشي ناس للبيوت، وتلاقيت مع الشاد الكارو فيدو تيكمي وكيتقيا، يا اما ما واكلش يا اما ماثر عليه التدخين. هذا هو اللي شفت انا صدرو. صدرو تيشخشر. راه خاص المسؤولين يجيو يعتنيو بهذا السيد هذا، راه تا هو مواطن بحالنا وتا هو مسلم، راه ماشي جاي من شي بلاصه. راه واخا يكون نصراني ولا يهودي، المهم راه ضروري خاصني نعتنيو بهذا السيد، راه حشومه. خصو يداوي وخاصو الماكله، المهم خاصو يمشي لشي بلاصه يبقى يعتنيو به تصح. سمعتي اختي ناديه؟ يمشي لشي بلاصه يعتنيو به، يداوى وياكل ويشرب تصح. وهذا الشيء اللي نقول لك اختي ناديه. لا حشومه نتفرجوا فيه، والله لا عيب. عيب هذه الحاله بحال ما هكا، والله حتى حاله. نعم تحية لكم أخي، شكرا لك، لأن مسكين هذا السيد عايش في وسط يعني مع السائقين ديال الطاكسيات اللي لقاه يتهلا فيه وكلوا يشربوا، ولكن راه ما لقاو ليه جهد. وها هما اليوم حتى هما تيطالبوا بحقه. شنو هو هذا الحق؟ الحق في العلاج. شنو وقع في الرية ديال هذا السيد؟ شنو وقع في صدره؟ شنو وقع في رجليه قبل ما يخماجوا يتقطعوا؟ نتفرجوا فيه؟ لا ما يمكنش نتفرجوا فيه. فلهذا مخوتي هذا مباشر هام للمسؤولين، باش كل واحد شاف بان عنده مسؤوليه تجاه خونا مصطفى. ياك مصطفى قال لي سميت مصطفى. مصطفى هذا خونا مصطفى محتاج لينا خوتي باش نوقفوا معاه ونعاونوه ونعطيوه يعني حقه في العلاج. نتمنوا يعني غادي نوافيكم بكل جديد اكيد، لان الان غادي نربطوا حتى حنا الاتصال. رجل الامن قال لك اتصل هو بسياره الاسعاف ما كتبغيش تجي. انا شخصيا غادي نتصل بسياره الاسعاف وسنوافيكم بكل جديد اكيد. ديك الساعه غنشوفوا كل واحد واش دار الخدمه ديالو، اللي ما دارش خدمته اكيد خصنا نوصلوها للمسؤولين باش يعرفوا بان هذاك المسؤول حتى هو ما دارش خدمته، لان هنايا كل واحد راه تسندت ليه واحد المسؤوليه باش يقوم بها تجاه المواطنين. تجاه المواطنين حتى واحد ما كيعطي شي حاجه من جيبه. انا دابا ما نعطي حتى حاجه من جيبي. هذاك المسؤول اللي غادي يجيب لومبيلونس ما غادي يعطي حتى حاجه من جيبه. هذاك الطبيب اللي غادي نديوه ليه في السبيطار ما غيعطي حتى حاجه من جيبه. كل واحد كيقوم بالواجب ديالو كتخلص عليه الدوله، كتخلصك عليه يعني. كل واحد يقوم بالواجب ديالو. اذا مشاهدي قناه شوف تي في بارطاجيو خوتي، نقول لكم بارطاجيو. مواطن اللي عنده غيره على بلاده واللي كيعرف ما له وما عليه، فها هو مصطفى اليوم يناشدكم من عاصمه الفوسفات من امام المحطه الطرقيه بمدينه خريبقه باش يوصل هذا المباشر بالبارطاج ديالكم. غادي نوصلوا المباشر للمسؤولين باش كل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو. شكرا لكم متتبعينا، دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.